أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين من كل مكان، زي ما عودناكم إنه نحن الليلة في كلية كمبوني العلوم والتكنولوجيا في يومها المفتوح للعام 2019. الكلية كمظهر هي ظريفة شديد ومنظرها حلو، مبنى على أساس على أي حاجة، وزرت المعارض شفتهم عموما كانوا ظريفين، مع إني ما اتمعنت فيهم كده، بس هو كان ظريف عموما. والحلو عرفت يعني تاريخ كمبوني في السودان. والله كلية سمحة شديد، وأنا زمان ذاتي قريت في كمبوني هنا، لكن كنت صغير كنت أتمنى إني أنا أواصل في كمبوني هنا، لكن مشيت قريت تاني في جامعة المستقبل. لكن والله كلية سمحة شديد ومعرض حلو شديد، ما شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله. College is amazing, you know. First time I heard of it, I thought maybe this is a normal college and stuff like that. But when I came here, it was different. Everything is cool. The most unique universities here in Sudan. The standard of this college is a little bit different from the other college, the local one. So this college have an international standard. لانه انا شايفه انه كومبوني يعني في رايي اجمل جامعه واحسن جامعه من جميع النواحي، من النواحي التربويه، من النواحي الاخلاقيه، من النواحي الاكاديميه، وما في مثيل له نهائي. كومبوني هي في حد ذاتها اسره، قبل ما انها هي تكون مؤسسه تعليميه ولا كده، هي اسره في بيناتهم كده، في التعامل بيناتهم في اي حاجه. يعني الطالب بيعتبر الطالب الثاني بيكون اخوه، والاستاذ بيكون بيعتبر الطالب ده اخو الصغير، والدكتور بيعتبر الطلبه دي اولاده، والعميد بنعتبره انه جدنا، وفاز خورخي هو ابونا الكبير، فنحن كلنا في بعض كده اسره واحده.